تتعلم في بيئة تعليمية غير تقليدية، ترتكز على المتعلم وتقوم على وسائل وأساليب التعلم النشط، بما يمكن المتعلم من التزود بمهارات التعلم الذاتي. كافة الحاضرين على تلبية الدعوة سواء بالحضور المباشر أو بالتواجد عبر شبكة الفيديو كونفرنس للاتفاق على الخطوات التي يجب اتخاذها لتفعيل الخطة القومية لمعالجة التسرب التعليمي. على الرغم من التوسع اللي تحقق في عدد مدارس التعليم المجتمعي، إلا أن مشكلة التسرب من التعليم ما زالت قائمة. التسرب ليس فقط انقطاع عن الدراسة، ولكن التسرب قد يحدث والطالب موجود داخل الفصل نتيجة انفصال الطالب عن عالم الفصل أو عالم الدراسة. برنامج الحكومة 16-18 اشتمل على برامج لخدمة الفئات المهمشة والأسر الفقيرة والتركيز على الأطفال في سن التعليم الأساسي، وهي برامج تستدعي التعاون بشكل وثيق بين وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وجهات أخرى كثيرة داخل المجتمع. احنا عندنا برنامجين مرتبطين بشغلكم جدا. برنامج الدعم النقدي المشروع يهدف إلى بقاء الأولاد أطول عدد من السنوات في المدارس، وبالتالي احنا بنطالب الأمهات الحاصلات على الدعم بأنه شرط استمرارهم في الحصول على الدعم أن يكون نسبة الحضور 80% في المدارس والانتقال بنجاح من سنة لسنة. أيضا البرنامج القومي للتربية المدرسية اللي بنتعاون فيه بدور المنسق والشريك مع وزارة التربية والتعليم، هدفه أنه يتيح وجبة تتيح للأولاد 30% من احتياجاتهم الغذائية والطاقة يوميا في كل المدارس كل الأيام. أسود يهزم البرنامج، وأهلا وسهلا بالشراكة الطيبة بيننا وبين وزارة التضامن الاجتماعي، وإحنا إن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن الظن لإخراج منتج طيب من هذه الشراكة. الأهلية يعني لحضرتك إنها إن شاء الله من أول المحافظات أو من أولى المحافظات التي تشارك في هذا المشروع.